احتفل مجلس السفراء العرب في أديس أبابا بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية للمرة الثالثة، وحضر الاحتفال عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي من سفارات الدول العربية والأجنبية والمهتمين باللغة العربية وطلاب من الجالية اليمنية وأكاديمية جيبسون. وألقت سعادة سفيرة المملكة المغربية وعميدة السلك الدبلوماسي العرب السيدة نزهة علوي كلمة شرحت فيها أهمية اللغة العربية. لا شك أن اللغة هي الفكر، وهي الهوية، وهي الماضي والحاضر والمستقبل. ويعتبر الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية مناسبة لإبراز الدور التاريخي الذي اطلعت به اللغة العربية على مر القرون كركيزة مشتركة وحلقة وصل تجسد ثراء الوجود الإنساني وكأداة الاستحداث لمعارف وتنقلها. كما ألقى السفير وليد شلتاج رئيس بعثة جامعة الدول العربية في أديس أبابا كلمة وقال: إن اللغة العربية منذ ظهورها لغة للحضارة والعلوم والآداب والسياسة، وأثرت في العديد من اللغات من بينها التركية والفارسية والكردية والماليزية والإندونيسية والألبانية والأمهرية، وكذلك الإنجليزية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية. إنها اللغة الجميلة، لغة القرآن الكريم، التي نجد في رسم خطوطها لوحات فنية، وفي شعرها ترانيم موسيقية، وفي تعابيرها مقطوعات بلاغية. وأشار سعادة السفير السعودي سامي بن جميل عبد الله بجهود المملكة العربية السعودية في أثيوبيا لنشر اللغة العربية. أما عن جهود المملكة في أثيوبيا، فهناك العديد من الجهات والجمعيات والمراكز الإسلامية التي دعمتها المملكة ولا زالت للعناية بتعلم اللغة العربية في أثيوبيا أو تعليم اللغة العربية في أثيوبيا. وهم تلك الجهات كلية الأولية التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 60 عاما. إن جهود دولة الإمارات لدعم نشر اللغة العربية لا تقتصر على النطاق المحلي وحسب، بل تنشط على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولا سيما في القارة الأفريقية، حيث تعمل عدة مؤسسات وهيئات إماراتية على نشر اللغة العربية، وفي مقدمتها هيئة آل مكتوم الخيرية العاملة في قطاع التعليم، والتي أنشأت أكثر من 52 مدرسة في 24 دولة أفريقية. يجدر بنا في هذا اليوم المبارك التنويه بالمجهودات التي بذلت وتبذل خدمة وترقية للغتنا العربية الجميلة، ولأنني أعتقد أن شيوخ محاضرنا الشنقيطية الموريتانية يعتبرون من أكثر، إن لم يكونوا هم أكثر، من أخدم هذه اللغة بإخلاص رغم ظروفهم الصعبة. تم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في أديس أبابا في ظل تداعيات وسائل الإعلام الدولية بأن عدة سفارات في العاصمة تجلي رعاياها، وأيضا أن أديس أبابا غير مستقرة، ويثبت هذا الحدث الدعايات الكاذبة، ويؤكد أن العاصمة في حالة سلام وأمان. وقد أجرينا لقاءات خاصة مع مختلف السفراء في أديس أبابا. الفعالية لها أهمية كبيرة لأهمية اللغة العربية، ليس فقط للدول العربية وإنما للعالم الإسلامي ككل، وكونها لغة القرآن، وللدول العالمية الأخرى كونها لغة السلام. وبالتالي هناك تجمعنا، تجمع دول العالم اللغة العربية بالسلام والمحبة والتآخي والتعايش السلمي بين الشعوب. احتفالية هامة جدا لإبراز هذه اللغة، وخاصة للأجيال، الأطفال والشباب، حتى يعرفوا أهمية هذه اللغة، وحتى يهتموا بتعلمها، وحتى تكون لغة دارجة في الاستخدام في مكاتباتهم، في كتاباتهم، في حديثهم، في كل أمور حياتهم اليومية. سعداء جدا بأن نحتفل بهذا اليوم العالمي للغة العربية في هذا البلد الشقيق أثيوبيا. نحن نعتبر أثيوبيا بالنسبة لنا كيمنيين، كيمني أتكلم أنا كيمني،
أمثل يعني أبناء اليمن هنا وأمثل أيضا الداخل. نحن نعتبر أن إثيوبيا والشعب الإثيوبي أخ وشقيق، يعني يجمعنا تاريخ مشترك وواقع أيضا مشترك وتطلع أو تطلعات مشتركة، ونحمد الله أننا في هذا البلد الأمين، بلد النجاشي الطيب. أديس أبابا عاصمة إفريقيا، وفي كثير من اللغات الإفريقية مثل الهاوسا مثل السواهيلي أيضا عندها كلمات عربية تتضمن كلمات عربية. وأخيرا على الصعيد الثقافي، احتفال باللغة العربية يعطي صبغة خاصة لإشعاع الثقافة العربية والشعر العربي، وأيضا تذكير بأهمية اللغة العربية في التاريخ، بحيث من خلال اللغة العربية انتقل العلم من العالم الإغريقي والروماني إلى العالم الغربي. اللغة العربية، الحقيقة أنها اللغة العربية في إثيوبيا هي جسر تواصل بين الشعوب العربية والشعب الإثيوبي ككل، وأنتم تعرفوا أن تاريخ الإسلام وتاريخ اللغة العربية غريق جدا، والحمد لله أنه هذا التواصل الثقافي واللغوي يمكننا من التعارف على البعض أكثر وأكثر والتلاحم مع بعض أكثر وأكثر. تضمنت الاحتفالية فعاليات متنوعة ترفيهية وثقافية بمشاركة طلاب من الجالية اليمنية وأكاديمية جيبسون، والتي تبرز مدى جمال اللغة العربية وغناها بالمفردات والمعاني. نحن نذكر أنفسنا ونذكر أولادنا بأننا ننتمي إلى لغة عريقة، وأنها لغة أم، وأنها لغة يفخر بها الجميع. فكما قال الشاعر: ما ذلت لغة شعب إلا ذل الشعب، فأي لغة تذل يذل معها شعبها. اليوم شاركنا بيوم احتفال يوم اللغة العربية، كان مشاركة مرة حلو، كونها اللغة العربية من أهم اللغات ولها فوائد كثيرة، كأنها من أهم لغات العالم ولها أهميات كثيرة في التواصل مع الناس، وتقريبا ثاني أهم لغة في العالم. طفي رحاب الضاد تكسب رفعة فمجالها بحر بلا شطآن. أنا درة رفع الإله مقامها حين اصطفى حرفي لخير كتابي. الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في أثيوبيا يزيد من أهمية اللغة العربية في أفريقيا، كون اللغة العربية من أكبر اللغات الوطنية من حيث الانتشار، وتعد اللغة العربية في أثيوبيا إحدى اللغات الرئيسية لبعض السكان، ويساهم هذا الاحتفال بتعزيز ونشر اللغة العربية. منى عبد العزيز، فانا عربي، أديس أبابا.